نعم، قبل أن أبدأ في ذلك أستطيع القول بأن خلال الدقائق القادمة ستبدأ الجلسة التشاورية المغلقة، وبعد ذلك ستكون هناك جلسة بحضور الإعلام أيضا. سيكون هناك كلمات للقادة العرب حسب الأولوية وحسب الترتيب. عند الساعة 2:15 سيتم اعتماد مشاريع جدول الأعمال ومناقشته، وبعد ذلك اعتماد هذه المشاريع بصورة تامة واعتماد مشروع إعلان الجزائر. بعد ذلك تبدأ الجلسة الختامية العلنية بحضور أيضا الإعلام، وتتضمن إعلان الجزائر، تتضمن الإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة وكلمة رئاسية للقمة المقبلة أيضا 2:30، والكلمة الختامية ستكون للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. المأمول من القمة عديد من النقاط سيبدأها الرئيس لربما أو الرؤساء والقادة، ولكن كلمة الرئيس الفلسطيني سيتم الطلب من القادة العرب حسب مصادر للغد تقول بأن الرئيس الفلسطيني سيطلب خلال كلمته في القمة من القادة العرب أن يتم تشكيل لجنة أو وفد عربي وزاري ترأسه الجزائر ومن يريد من الدول الأخرى الانضمام إلى هذا الوفد، حتى تستطيع مساعدة فلسطين للحصول على عضويتها في الأمم المتحدة، وكذلك أيضا مواضيع خاصة تتعلق بالمصالحة وتتعلق بمحكمة العدل الدولية وتقديم الاستشارات الضرورية لفلسطين حتى تتمكن من تحقيق مطالبها. لكن أيضا حسب ما وصلنا أيضا ستكون كلمة هامة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. هذه الكلمة ستكون ربما قوية وجامعة حسب هذه المصادر، ستكون وستتحدث عن جهود مصر خلال السنوات الماضية في إطار لم الشمل العربي، ستكون أيضا فيما يتعلق بالتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وتبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى أن هناك جزء من كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مخصصة للقضية الفلسطينية، وأن عدم حلها هو السبب الرئيسي في المشكلات في المنطقة وعدم استقرار المنطقة. هذه الكلمة التي سيتحدث فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، إضافة إلى أيضا ملف الأزمة الليبية وضرورة التوافق وملفات أخرى إقليمية وعربية. هذا طبعا أهم ما سيكون على جدول أعمال القمة التي ينتظر أن يكون عند الساعة 4 بتوقيت الجزائر والخامسة بتوقيت مصر البيان الختامي، وبعد ذلك سيلي مؤتمر صحفي للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيض وكذلك وزير الخارجية الجزائري في هذه القمة. بطبيعة الحال سنبقى معك ضياء ومع